بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم وصفه تاع الزبده، كريمه الزبده. معكم اولا ام هشام. كريمه الزبده سهله جدا، يعني تعويضا لكريمه الزبده الحقيقيه اللي نصنعوها بالبيض. ان شاء الله يا ربي تكون سهله على بعض المبتدئات، يعني ربما ما تصلح لهمش الاخرى ولا يلقاو هذه سهله وتصلح يعني وبنينه. عجبتني قلت يعني كشغل بديل هكا الاخرى وما فيهاش البيض، اللي عندهم حساسيه البيض مليحت لهم. ان شاء الله خطره خلاف ندير لكم الاخرى تاع البيض اللي نصنعوها بالبيض بكريمه بالميرانغ. نبداو ان شاء الله المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا زبده كيما نقولوا مارغرين 125 غرام، عندنا بطا ياورت هي اللي الكيلو بها ياورت. هذا اللي يجي يابس شويه ونحيولها الماء تاعها، انا جبت ذوق موز. بطا ياورت ياغورت كيما يقولوا زبادي في بعض البلدان، الحليب نحكموا نفرغوها ونكيلو بها بعد المقادير. غير صبع هي لقاوها ناقصه شويه من الحجم تاعها كامل، لقاو ناقص صبع نعوض نديرو حنا كيما لقينا. بعد نديروه حليب ونديروه زيت والسكر عندنا 100 غرام. 100 غرام اللي ما عندهاش يعني الميزان تقريبا نصف كاس من هذا، هذا الكاس تاع 250 اقل منه شوي هو 250، هذه تولي هنا 125 يجي شوي هنا. مهم 100 غرام اللي عندهم ميزان احسن، يعني نطلب منكم تستعملوا الميزان، يعني لازم في الدار ويحاول العبد يشتريه يوفر ويشري خير ما يشري حوايج خلاف. ومهم تفسد الوصفات نخسرو بدون فائده، العبد يشريه ما عندوش يعني بري كبير بزاف 100 ولا مش خساره، يعني العبد باش يضمن نجاح الوصفات نتاعو. ان شاء الله يا ربي. وعندنا فانيليا ما نساوش فاني هذه ولا غبره، انا فضت لي الغبره استعملت هذه النورمال. بسم الله نبداو يا ربي في التحضير في الطريقه. بسم الله نبداو الطريق. نبداو نخلطوا الزبده تاعنا شويه هكا، نحطوا شويه شويه السكر تاعنا. سيك البلاصه انا غربلته كيما نقولوا صيرته، نخلطو في بعض البلدان يقولون نخلطو. ديروا بشويه هكا، لازم الزبده تاعنا تكون طريه، ما نجبدوهاش من الثلاجه خاطر تجينا يابسه شويه. ديروا هكا باش ما يطرش علينا الغبار تاع الثقب السكر. هكا نحطوه الساع هكا باش ما يطرش علينا وخمجنا الدنيا. حاولوا كفاه ندخلوه في بعضه نورمال بالعقل بالعقل هكا. ان شاء الله راح نديرو ثاني طرق اخرى تاع الكريمه. هذه يعني كيما نقولها انا سلاكه الواحلين، يعني لهليه تعودي حابه ديري كيكه ولا بيسكويرولي ما عندكش كريمه نوضي شوي زبده شوي سكر، هي يعني ماشي كيما الاخرى، يعني باش ما يقولوش اي مش هذه يعني بان مش هذه كريمه الزبده. بصح نجربو ديرو، انا لقيتها مليحه جربتها لقيتها مليحه. دركا نبداو نخلطو كيما هكا، نحيو كيما نقولو بدائل. دركا دارو بدائل كل حاجة، يعني العبد اللي ما عندوش يقدر يدبر أموره، مش شرط حتى لي. بسم الله نبداو. نخفقوها هكا شويه حتى يدخل السكر يدخل لنا في الزبده. نستعملو من الاحسن الزبده تاع العنب، هذه ما نستعملوش الاخرى تاع اللي تجيب في الغلاف تاع الورق، تجي شويه يابسه قادر ما تصلحناش بها. انا استعملت هذه يعني باش يعني نكون صريحه وامنه معاكم في الوصفه. هذه اي وحده هكا مازال ما تعرفش دير حاجه هكا ولا سخت ديرها هكا تقدر ديرها. نبداو نصبو بشوي بشوي في المواد نتاعنا. عندنا هذا الزيت، كنا الزيت كينا في البطاطا تاع الياورت العلبه،
ديروا بشويه شويه زيت، ندخلوه شويه في الكريمه تاعنا هكا، زيدوا شويه حليب، زيدوا نفس الشيء شويه زيت، شوفوه دخل الكريمه، زيدوا شويه حليب بالتدريج حتى نكملوا الكميه تاعنا. هاي شوفوا فيها بدات اللون تاعها يتغير، زيدوا شويه زيت، وهكذا دواليكا تكملوا كمية كامل. سنانا عبدو شوية هادي حواشي باش يدخلكو الماء، زيدوا شوية زيت، زيدوا شوية حليب، بدات تشكل عندنا دوك الخطوط اللي يديرونا الكريمه، جينا داهيه كي نزينو فيها. هذه ما فيهاش البيض، مليحه الناس اللي عندهم حساسيه في البيض، خير من هذيك اللي نديروها غير بالزبده والسكر ما تجيش بنينه صراحه. هذه فيها الحليب فيها الياغورت. دوك نزيدو لاغورت تاعنا، نحيلوها شويه الماء، شوفوه، نزيدو نحطو لايوغ تاعنا، لو عادي ياغورت عادي، لي عندهم يعني مرضى السكر ولا يقدرو يديرو ياغورت طبيعي، نقصو شوية عليهم كمية السكر نورمال عادي، هي قضية ذوق برك وعطر نكهة. في الأخير خلاص إن شاء الله نضيف الفانيليا، دينا المنكهات العطور خليهم آخر حاجة في اي حاجه باش يقعدون محافظين على النكهه تاعهم، ما تروحش النكهه تاعهم من الحراره تاع الخفاقه ولا تاع كي نطيبوا العسل ولا حاجه، ديما نخليو منكهات باش تبقى تحافظ لنا على ريحتها. ها كيس فانيليا تقدري تعطريها عطوره اخرى يعني، ونقدروا ثاني تهنوها، تقدري تحطيها شوكولا تزيدي لها مغرفه كاكاو ولا مغرفه ونص كاكاو، كاكاو من نوعيه مليحه بس يجي بني فاتح، هذاك الاسود ما تجيش مليحه بيه، والا تقدري ديري كونتيتي هكا تقسميها على زوج، نص تلونيه مثلا نكهه فراز وجي كان ملون ومنكه في نفس الوقت، نكهه فراز ولا بيستاش ديري نكهيها هكا. نكملوا درك نعطوها لكم ان شاء الله في نكملوا كيما هكا صاي كملنا، نعطوها لكم ان شاء الله في طبق التقديم. ها هي الكريمه تاعنا وجدت، ها كريمه سهله طريقتها مضمونه وتوجد في اسرع وقت، تبعوا الخطوات اللي قلنا لكم عليها، زبدة وسكر حركوهم الساعة حتى يدخل في الزبدة، وتبداي تحركي وتصبي الحليب شوية شوية زيت حتى تكملي الكمية، ومن بعد زيدي الياغورت تاعك وتزيدي الفانيليا وتحركي مليح، ولا بغيتي ديريها نكهة شوكولا تزيدي لها كاكاو، كاكاو ديما غربلوه قبل ما تلوحوها ويكعبر لكم،
ولا تلونيها بالالوان، مثلا نكهه فراوله، نكهه بيستاش، نكهه قادر ديريها بالقهوه نسكافي مثلا، تحكمي نسكافي ذوبيها في الحليب هذاك اللي درناه باش تربحي نكهه نسكافي. ما باش ما تخلطيش المقادير، باش ما تزيدي ما تنقصي، هو بعد هي بعد ذوبيها في الحليب وديريها تجيك كريمه بنكهه القهوه، تحشي بها بسكويرولي، تحشي بها